أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل رحبة المسجد المحاطة بسياج ويتخذها الناس طريقا لهم يكون لها حكم المسجد؟ أي نعم، ما كان داخل سور المسجد فهو من المسجد، رحبة أو مسقوف كله من المسجد وله حكم المسجد. نعم، ولا مانع أن الناس يمشون معه أخر إلا عابري سبيل. الله جل وعلا يقول: ولا تقربوا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. فالمرور مع المسجد لا بأس به لحاجة. نعم.